يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قد علمنا أن من أفعال الرب سبحانه وتعالى الخلق والإحياء والإماتة، قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل كيف نجمع بين هذه الآية والآية التي فيها وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، مع أن الخلق من أفعال الرب؟ وقد الله أقدر عيسى على هذا معجزا، هذا من باب المعجزات التي لا تحصل إلا للأنبياء، فالله هو الخالق وأقدر عيسى على ذلك من باب المعجزة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم الزواج؟ وعيسى لم يستقل بالخلق، وإنما يقول بإذني بإذن، وإذ تخرج الموتى بإذني وتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.